حسن استقبال وكرم الضيافة هو أمر ليس بالجديد على المملكة المغربية وقيادتها وأهلها الكرام. يسعدني كثيراً أن أرى هذا التجمع أن يصبح اجتماعاً سنوياً واقعاً يحدث بشكل دوري. أتذكر لحظات الإعلان عن انطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية قبل عام لتكون منصة رسمية تعمل على تعزيز سبل التواصل والتعاون فيما بيننا، وذلك لأن منطقتنا العربية وفقاً للتقارير الدولية تحتاج إلى مزيد من المنافسة للارتقاء باقتصادياتنا وباقتصادات السوق في كافة دولنا العربية. فدعم سياسات المنافسة للوصول إلى أسواق عربية أكثر تنافسية، وها نحن الآن بصدد عقد المؤتمر الثاني للشبكة. إن الشبكة العربية نجحت أن تكون منصة حقيقية ساعدت على تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات في مجال تطبيق سياسة المنافسة لتحقيق منفعة مشتركة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التعاون العربي المشترك في هذا المجال. لقد بدأت خطوات التنفيذ الفعلي منذ اليوم الأول لإطلاق شبكة المنافسة العربية وعقد مؤتمرها الأول في مارس من العام الماضي. تم تشكيل 3 مجموعات عمل تخصصت الأولى في الاندماجات والاستحواذات برئاسة المملكة المغربية، والمجموعة الثانية في إنفاذ قوانين حماية المنافسة للمملكة العربية السعودية، والمجموعة الثالثة تخصصت في الكفاءة المؤسسية برئاسة مصر في هذا الأمر. وقام كل مجموعة منهم بوضع خطط عمل وتنفيذ محاورها المختلفة من لقاءات دورية، أبحاث مشتركة، وبرامج تدريب وبناء قدرات وتبادل المعرفة، ذلك كله من أجل تطوير مهارات العاملين بسلطات المنافسة وضمان المزيد من الفاعلية في العمل والكفاءات المعنية في مختلف القطاعات. لأننا ننظر دائماً للمستقبل، فلقد حرصت شبكة على بدء في إعداد كوادر بشرية، عقدت الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، حيث تم تدريب عدد من طلاب الجامعات من الدول العربية الأعضاء، بداية من تعريف بقوانين وسياسات المنافسة وأشكال الممارسات الاحتكارية وأدوات وطرق مكافحتها، وصولا إلى تقسيمهم إلى فرق عمل متنافسة لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بحماية المنافسة، ليكونوا نواة لإعداد كوادر العربية المدربة المؤهلة للعمل في هذا المجال. وتم إعلان الفريق الفائز، واسمحوا لي بالترحيب بهم، فهم موجودون معنا الآن للمشاركة والاطلاع على طبيعة عملنا، وأيضاً ستشهد أعمال المؤتمر تكريما. السادة الأعزاء، على مدار عام حاولنا أن نحافظ على التواصل بشكل منتظم وفعال، تعزيز التعاون في مسائل ذات الاهتمام المشترك بجانب تبادل الخبرات والمستجدات بصورة دورية حول أبرز تطورات في الجوانب المتعلقة بالمنافسة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجه العالم أجمع وظهور بعض الممارسات الاحتكارية في قطاعات جديدة خاصة في القطاعات الناشئة كالأسواق الرقمية وغيرها. وهو الآن يجب التنويه أن أغلب الدراسات تشير إلى أن التضخم يعد أداة لاستغلالها من خلال ممارسات احتكارية لزيادة أسعار في الأسواق، وثبتت عدد من القضايا الحقيقة التي تثبت هذا الأمر في زيادات أسعار في مصر على سبيل المثال وفي عدد من الدول حول العالم. الآن وعلى مدار اليومين لدينا أجندة عمل لاستكمال ما بدأناه قبل عام ومناقشة العديد من الملفات ذات الصلة بسياسات المنافسة، من بينها الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية في ظل التحول الرقمي والتركيزات الاقتصادية ودور حماية المنافسة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن. ولدينا فرصة للاطلاع على أبرز الإنجازات لسلطات المنافسة بكل دولة على حدة واستعراض القضايا والقرارات والدراسات، كما سيتم استعراض ما تم إنجازه من قبل مجموعات العمل الثلاث وخطط عملهم السنوية للعام المقبل وإعداد التوصيات والإرشادات والتباحث حول الخطوات القادمة للشبكة. ويسعدنا مشاركة ذلك كله مع السادة الخبراء رفيع المستوى في هذا المجال المؤسسات الدولية الكبرى
وهي أيضا فرصة للاستماع لآرائهم والاستفادة من خبرتهم المختلفة. السادة الحضور، تؤمن قيادات الدول العربية بأهمية ضرورة التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية والتعاون في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل للشعوب العربية وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. وعلينا نحن المتخصصون في مجال المنافسة دورا كبيرا للعمل على دعم معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق في مختلف القطاعات، وهو ما ينتظره منا شعوبنا العربية. وختاما أتوجه للمنظمين والمشاركين جميعهم بخالص الشكر والتقدير، كما أتوجه لحضراتكم بالتهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان المعظم، عاده الله عليكم وعلى أمتنا العربية والشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات. بسم الله نبدأ أعمال المؤتمر السامي. أشكركم.